يعتبر من ضمن التجمعات التي يقومها إدارة رابطة ريال مدريد في محافظة نينوى. بالنسبة إلى شعوري وشعور الجماهير فهي شعور إيجابية إن شاء الله، ونتمنى الفوز اليوم للنادي الملكي الأبيض. وصل العدد إلى أكثر من 400 شخص، وتجينا أعداد كثيرة بس دا نعتذر من عدو. مثل ما دا تشوف الأماكن كلها يعني قبطت، ما ظل أي مجال. حتى اليوم اعتذرنا من عوائلنا الكريمة في سبيل أنه يعني نستقبل أكبر عدد منكم من الشباب. أنا جاي من بغداد، الأجواء شوية يعني حماسية وشوية توتر لأن اللعبة قوية، وأتوقع إن شاء الله لعبة 3-1 على الرغم إن السيتي مو مثل الموسم اللي راح، يعني عندنا نقاط ضعف خاصة اليوم دي بروين وإيدرسون الملاعب. إن شاء الله 3-1 فيني وبيلينغهام إن شاء الله. والله أجواء حلوة طبعا، المشجعين موجودين، وإن شاء الله اليوم الفوز ريال مدريد إن شاء الله. توقعات النتيجة إن شاء الله 2-1. والله هي المباراة صعبة بشكل عام، بس احنا إن شاء الله نتوقع الفوز للريال مدريد، وتوقع النتيجة راح تكون متقاربة يعني 2-1 3-2 يعني هالتوقعات، بس مباراة صعبة بشكل عام.